قدم مساء أمس رئيس تجمع أبناء تشات للجمعيات المدنية من أجل البناء والتنمية فيصل حسين حسن حديثاً صحفياً حول رؤية تشات لآفاق 2030 للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. نتابع الحديث الصحفي في ميكروفون الزميلة ابتسام موسى عبد الله. أقام التجمع العديد من اللقاءات التشاورية مع مختلف جمعيات المجتمع المدني، حيث خلصت هذه اللقاءات بتوصيات تساهم في حل الأزمة الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، بما فيها خطة مارشال تشاد. وبهذه الخصوص عقد التجمع لقاء بتاريخ 11 مايو 2017 حول فعالية خطة مارشال تشاد ومساهمتها في حل الأزمة الاقتصادية ودعم البرنامج الوطني للتنمية. وعليه فإن تنظيم الطاولة المستديرة بباريس لدعم الاقتصاد التشادي يدخل ضمن رؤية خطة مارشال تشاد توفير الموارد اللازمة لتحقيق البرنامج الوطني للتنمية ونظرة العالم 2030. يدعو التجمع جميع الشرائح الاجتماعية السياسية الاقتصادية لتضافر الجهود من أجل مرافقة الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية وتحقيق البرنامج الوطني للتنمية.